اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره اساتذتنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن اسلام. حضرتك ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ربنا يخليك. ايضا استاذنا الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ منور الدنيا. ربنا يخليك يا حبيبي. بالسلامه. ربنا يخليك يا استاذ محمود. استاذ محمود، استاذ جمال، انا بس عايز ابدا مع حضراتكم بحاجه مهمه جدا. هو لماذا لا يتم تطبيق تقنيه الفار في دور الثمانيه قبل بس في الاتحاد الافريقي؟ يعني ايه الفكره في ان انا يبقى عندي مباراه زي مباراه الاهلي وصن داونز وما فيهاش تقنيه الفار؟ ايه الفكره في في الموضوع ده؟ بالنسبه لي موضوع محير جدا. هي ما فيهاش فكره، هي فيها تقصير طبعا. لانه طالما انت هتلعب بطوله زي ما احنا بالنادي دايما بتلعب بطوله بنفس الشروط، يعني هتطبق الفار هتطبقه من الاول. ويبقى مجبر كل الانديه المشاركه ان هي تطبق الفار في الماتشات اللي في ملعبها. خصوصا يا استاذ جمال، انا مثلا في مباراه الاهلي وصن داونز ممكن احد الفريقين ايوه طبعا يتعرض للضرر ويخرج بسبب خطأ تحكيمي. ما هي عشان كده واحده هتطبقه في النهائي، يبقى تطبقه في دور 64 حتى. انت تاخد قاعده عامه انه كل الادوار بيطبق فيها الفار. نعم. فدي ما فيهاش فكره، هي فيها انا بقول انه تقصير من الاتحاد الافريقي. لانه هو اولا مش هيعمل هو حاجه من عنده، هو هيفرض النظام. يعني لو مثلا هتتكلف مليون دولار يا استاذ محمود هتبقى العمليه ايه؟ المليون دولار دول طبعا هيوزعهم على كل الانديه وهتضمن هياخد مكسبه. تضمن طالما انت مقتنع ان الفار مهم، هو مهم في كل الادوار زي ما حضرتك قلت. ممكن الاهلي او صن داونز او الهلال او القطن او اي حد. اي حد يعني ممكن يخرج من البطوله بسبب حاجه زي كده. نعم. ان هو لا يتاهل الى المربع الذهبي مثلا. حقيقي. بسبب القصه دي، فعشان كده لازم يعاد النظر في هذه المساله. واحنا برضو من خلال قناه الاهلي بنبعت رساله للاتحاد الافريقي ان هم يراعوا هذه النقطه في البطولات القادمه. استاذ محمود، ما هو برضه الناس بتشتكي او معظم الفرق في افريقيا بتشتكي من عدم تطبيق الفار في هذه المباريات. الفار في هذه المباريات ده اولا، ثانيا لا يوجد عداله تحكيميه. هو بامانه شديده احنا كده رجعنا كانت واضحه في كام رجعنا لا رجعنا يعني للمربع صفر من البدايه. ولم ينفذ باتريس موتسيبا رئيس الاتحاد الافريقي اي من وعوده الانتخابيه اللي قالها لما ترشح. قال انه ما فيش مباراه تتلعب 3 الظهر 3 العصر، كل مباراه تتلعب بالليل. لو ده بعد كمان ايه؟ بعد ما هو فاز بسنتين اهو. انا بقول لحضرتك اهو، هو قال كده، قال ما فيش مباراه تتلعب العصر في الشمس الحارقه، هتتلعب المباريات كلها الساعه 6 وخلاص انتهى العصر بتاع، وانها عندنا بطوله محترفه تستحق مزيد من التطوير والاهتمام. قال ان انا هطبق الفار بدءا من دور المجموعات دور ال 16 ولم ينفذ اي شيء حتى الان، وامر غريب جدا. اذا كنت انت اخترت الملاعب، يعني الملاعب واللجان عندك زارت واختارت وشافت، يعني اذا انت محدد هدفك واضح فلماذا لا يطبق الفار؟ يعني مطبق الفار قصدي من دور المجموعات، يعني بعد الحسم الاول والثاني بيبقى دور الثمانيه. ليه تخليها من دور الثمانيه؟ يعني حتى انت في دور الثمانيه، يعني عاوز اقول لك حاجه، يعني انت بطوله بحجم دوري ابطال افريقيا بتقول لي عاوز اعمل سوبر ليج اللي هي هتبقى البطوله الاقوى. طب ما تطور دي وتخليها فيها في اطار الاهتمام. ايضا حتى على مستوى التحكيم وعد بنقله تاريخيه في مستوى التحكيم. احنا شفنا النهارده نقله تاريخيه. انا بكلمك اهو، شفنا النهارده وجوه جديده في التحكيم اللي احنا شفناها بدات تظهر ملامحها في الجولة الأخيرة اللي ظهرت دي، خاصة أنه العديد من الحكام اعتزلوا، يعني من اللي هم معروفين على الساحة ولهم تاريخ طبعا ناصع البياض في إدارة المباريات الكبيرة والتاريخية. وكانت في بعض الحكام منهم حكام ملاك لبعض الأندية في أفريقيا يعني. فعاوز أقول لك أنه بأمانة شديدة أنا من وجهة نظري كمتابع لم يحقق باتريس موتسيبي حتى الآن وعد من وعوده على أرض الواقع. يعني كل هذه الأمور تجري في إطار مجرد مسكنات وكلمات لا تضيف جديدة للكرة الأفريقية، وأعتقد أن الوضع لا يحتمل أخطاء. يعني من سيدفع فاتورة من الأندية اللي يعني مثلا تأهلت أو خرجت بخطأ غير مقصود أو خطأ مقصود بمعنى أدق وأصح، من اللي هيحاسب عليه؟ فأعتقد أن الأمور بأمانة شديدة تحتاج إلى إعادة نظر
والى التبكين، لان هو قال كده، قال هنطبق الفار ده، قالوا هيقول من الدور الاول. طب ما جاش الدور الاول في دور ال 64 والدور ال 32 ما عملتش حاجه. طب بدانا دور المجموعات ها وبرده المحصله والنتيجه يعني واحد. انت لو حد قاعد في افريقيا وبتتفرج على ماتش الاهلي وسان داونز، واحد النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا بالبطولات وعدد البطولات وكذا، نادي سان داونز واحد من اهم واقوى الفرق في افريقيا، والاثنين بيلعبوا، ما هو ممكن مثلا لا قدر، خلينا هنا نتكلم عن النادي الاهلي، لا قدر الله كره اوف سايد وما تتحسبش، ما يتبقى، ما هو مفيش فار، مفيش فار طبعا، لا طبعا شيء وارد، فما تتحسبش والنادي الاهلي يخسر ويطلع بره البطوله، هي نفس النتيجه بسبب انه حكم لا يوجد فار. لا وحكم مثلا ما عندوش خبره، احنا ما نعرفش الحكم اللي طبعا تم اختياره لمباراه الاهلي، ما اعرفش سان داونز هل تم الاعلان عنه او لا. تم الاعلان عنه، اعتقد سنغالي هو اسمه حاجه سي، وجه جديد يعني اعتقد وجه جديد. طبعا هتبقى مباراه على المحك، مباراه في غايه الصعوبه، طبعا احنا هتتكلم عنها وتناول، لكن انا عايز اقول لك انه انا كنت اتمنى انه زي ما الناس تناولت عيسى حياته واخدوا يعني صوره سيئه ليه، لكن عيسى حياته هو احد ابرز رؤساء الاتحاد الافريقي في التاريخ حقيقي، اللي صنع النهضه للكره الافريقيه من خلال اقامه بطوله الامم الافريقيه ودوري الابطال في كثير من الملاعب، بنى كثير من الملاعب، طور، استخدم، عمل، طور، كل الكلام ده على عيسى حياته كلام كان بعيد عن الواقع بامانه شديده. لما جه يعني الملياردير الجنوب افريقي رئيس نادي سان داونز، توقع الجميع انه يكون هناك نقله على مستوى جنوب افريقيا، يعني على مستوى الاهميه والتطوير اللي فيها والشغل وتعامل على الارضيه بس، ولكن بامانه شديده راينا ان الامور عادت الى مربع المربع صفر، النتائج زي ما انت شايف، اخطاء التحكيم واضحه لا تحتاج الى دليل، طبعا هناك مخاوف، الامور هناك يولد حكام يتم تفصيلهم في المراحل اللي جايه بشكل او باخر، اعتقد انه الامر ان منظومه التحكيم في القاره الافريقيه تحتاج بامانه شديده لوقفه، وكان يجب عليه ان يكون حريص اكثر هو للدفاع عن سمعه الاتحاد الافريقي وما يناله وما يتعرض له من هجمات شديده جدا من الانديه ومن المنتخبات بخصوص التحكيم، كان يكون عليه تفضيل ودعوه اقامه كل المباريات تحت عين الفار، لكن بامانه شديده لم ياتي جديد، لم ياتي بجديد حتى الان، لم يقدم الشيء اللي يستحق عليه ان هو يرأس، واسمه عيسى سيس حكم سنغالي بمناسبه لم يقدم يعني بامانه شديده باتريس متسيبي لم يقدم شيء حتى الان يستحق عليه ان يرأس الاتحاد الافريقي لكره القدم.